هذا ماشي قرار اي واحد فينا كتوصل لواحد الفتره كيطلع له كلشي في الراس، كيبغي تقرب من الله سبحانه وتعالى، كيبغي يجلس مع راسو، يعرف شنو ناوي يدير، يعرف يعني يحط الخطه يرسم بها حياته ويمشي عليها. هادشي اللي كان وقع لي انايا، يعني كنطلع ليا كلشي في الراس، كنت مغبونه، محتاجه نتقرب من الله سبحانه وتعالى. اول حاجه حذفت الحساب ديالي في انستغرام، كانت فيه 1,200,000، وحذفت الفيسبوك كانت فيه اكثر من نصف مليون. يعني حذفت كاع جميع الحسابات ديالي وديتها غير في صلاتي وفي صيامي وقراني. كنت غير الدار، غير راحه، صلاتي وقراني والدار، دار دار دار، مده شهور لا ما خرجت كاع، ماشي ما خرجش، كنخرج بحال هكذا نسخاره ولا هذا بحق، يعني كيف موالفه ليا كنخرج ونسافر ونخرج مع صحاباتي ولا لا قليل. راه اغلب ديال البنات كيديروا الحجاب ويحيدوه، ياك يكفي انني انا بعدا في واحد الضره ديال الايمان كنجلس مره وكنراجع نفسي وكنقول واش انا غادا في الطريق الصحيحه ولا. اما كاين اللي ما عرفش القبله فين جات، والله كنعرف انا الناس كاينين ما كيعرفوش القبله بتاتا فين جات. بصح كنت تعرضت للسحر والشعوذه من طرف صديقه ديالي، من بعد تبعت مع القران وواحد الراقي وليت مزيان، بحق مؤخرا بدا كيرجع لي عاود داكشي اللي كان فيه. كيجيني نزيف، كيجيني نزيف من الانف ومن الحنجره ديالي، كنبقى نرد الدم. ومشيت درت سكانير تحاليل، يعني اي حاجه طبيه كيقول لي ما عندك والو، داك الدم ما كنعرفوش منين كيجي. كنت صرحت بها في واحد اللقاء ديالي، لا فامي ديالي عارفيني، يعني الا قلتي حاجه غادي نديرها. هما عارضوا في الاول، قال لك لا وما تحيديش والناس وبديتي حياه جديده وهادي. قلت لهم انا صافي، يعني انا بنادم مقرره غادي نحيدو غادي نحيدو. قالوا لي صافي، يعني دبري راسك، انت ماشي شي وحده اللي راس صغيره، راكي بعقلك وعارفه راسك اش كديري، تحملي المسؤوليه. قالوا لي شوفي ملي غادي تحيدي غادي في واحد الحرب كبيره مع الناس، خصك تكوني قادره عليها. قلت لهم انا قادره على جوج حروب ماشي غير بحرب وحده. واكيد كاين شي واحد ما كيرتاحش في طريق الله، كاين شي واحد ما كيرتاحش في طريق الله. ارتحيت بزاف في طريق الحجاب، ولكن مازال ان شاء الله نعاود نديرها باذن الله. تعلمت من هاد التجربه، اول حاجه ما كاينش الثقه، بنادم اناني كيبغي فيك غير المصلحه والله. تعلمت الا ما خدمتيش على راسك وعيشتي راسك ما كاينش اللي غيعقل عليك، خصك تكوني معتمده على راسك وما تكونيش كتسمعي الكلام الناس، تكوني ثقه في راسك وحاسبه الخطوات اللي كديري. انا ديجا كنت قلتها وشدو فيا حتى ما بقيتش كنبغي كاع نهضر على هذا الموضوع. انا ما كيعجبنيش نتلقب، يعني نتلقب حتى شي وحده، حيت انا عندي سميتي وعندي شخصيتي. انا سميتي ندى حسي، كنبغي نبقى بندى حسي، هادشي اللي كاين. دابا كنوجد سينجل عباره عن فيديو كليب مع الموزع وليد الفضيلي، كنوجه له تحيه، وكنفكر ان شاء الله ندخل للدومين ديال التمثيل. شوف الدومين ديال الفن كنقولها وكنعاودها موسخ موسخ وبزاف، ولكن يعني ماشي كاع الناس اللي غتعاملي معاهم موسخين، كاينين الناس نقيين، كاينين الناس اللي كيحترموا. لا ماشي نفاق، حيت انا وليت كنميز بنادم اللي يعني بنادم اللي موسخ وبنادم اللي بعقله ونقي، فهمتي؟ يعني بنادم كيبان غير من التعامل ديالو والهضره ديالو خلال الهضره ديالو، وانا ان شاء الله غادي نتعامل مع الناس نقيين باذن الله. ماشي تطرف، هذاك حجاب وانا ما كنتش عامله النقاب. وبالنسبه للوسطيه كلها نفاق،
فهمتي؟ يعني انا ممكنليش نبقى ندير الحجاب ونضحك على الناس، ولا الحمد لله حنايا تربينا على صريحين مع ذاتنا، كنكونوا صريحين مع الناس يعني تقبلونا. حنا اصلا في هذا الوقت هذا الناس ولا كيبغي النفاق، مابقاش كيبغيو كاع الصراحه.